مدموس الموسى، تاريخ الولادة سنة 1941، وادي الحنداج. نحن كان عندنا مختارنا اسمه مسعود المحسن، كنا ايش نحن وادي الحنداج. لما انسحبنا من وادي الحنداج وجينا بيتنا لحاله بس على بلد اسمه الرحنية، كان في مختار رحنية سراكس اسمه حسن البواب. لما بدأت المعركة في الجيش بين جيش الإنقاذ، انسحب جيش الإنقاذ. لما انسحب جيش الإنقاذ كانت خيانة كبرى من القادة الموجودين في بلد اسمها الجيش. نحن كنا في بلد ساكنين الريحانية سراكس، مروا أمامنا سألناهم وين وين أنتوا؟ قال يلا على لبنان جيش الإنقاذ. يلا على لبنان جيش الإنقاذ، ماخذين منسحبين حاملين من البنادق منسحبين. بدأت النكبة، ذقت مرارة العيش. أنا لما ذهبت إلى مارون الراس وشاهدت البلد اللي كنا ساكنين فيها صرت أبكي، وألفت قصيدة. أنا ألفت قصيدة من صميم القلب، مجروح الفؤاد على فراق الوطن زاد اشتياقي، الوطن غالي أفديه بروحي أعلن أتفرق وزاد فراقي. ألفت قصيدة طويلة مرون الراس، لو أسكن في خيمة، لو أسكن في خيمة أحسن ما أضل هون، بس أرجع بشرط لن أكون ذليلا، لن أكون ذليلا تحت الحكم الصهيوني، لن أكون ذليلا، سأكون سيدا، لنا وطن عزيز غالي علينا ذو سيادة كاملة على كامل تراب الوطن الفلسطيني المحتل، لن أرجع ذليلا.